إن أنت درس لك عامل مسائل كتير وتركيز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إيه. ومنه المثنى والمجموع والمصغر والمنسوب، ومن الموضوع بالوضع العامل موضوع له خاص وضع النوعية أأمان بل. فإنه تصور مثلا ألفاظا كثيرة بمفهوم ما لحق آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكسورة أو أبو زيداني وكتاباني وطالباني ومنتصر أبو مجموعة كمان وتصور معاني عديدة بمفهوم المفردين المتماثلين في ذلك الجنس. يعني وقال المفردين المتماثلين من معنى الكتاب، المفردين المتماثلين من معنى الطالب، المفردين المتماثلين من معنى مثلا قلمي، قلماني، كتاباني، ودوداني متماثل معناه. وقال كل ما لحق آخره ألف آخره ألف أو ياء مفتوح ما قبلها ونون مكثورة فهو موضوع مكسورة فهو موضوع لمفردين متماثلين في ذلك الجنس. جنس. لحاربوا إن شاء الله. إن شاء الله لحاربوا. دبالة. ومنه المعرف بلام الجنس. جابوا مصغر. وخذ رسك. أها ضم. بل وتمام كل ما ضم أوله. تصور ألفاظا عديدة. إيه. تصور ألفاظا عديدة. رجيل. مثل رجيل يا كتيب وفلان بمفهوم ما ضم أوله وفتح ثانيه وزيد فيها أخيره يا مساكنة. وتصور معاني عديدة كثير كثير معاني كتيب رجيل الحصة المحقرة من معنى الرجل بلى الفرد المحقر هذا كيف الفرد المحقر من معنى الرجلي الفرد المحقر من معنى القلمي الفرد المحقر من معنى الكتابي والله وكل ما كان مضم اوله وفتح ثانيه دامنا بوتي والفرد المحقر من ذلك المعاني اللفظي ايه والمنسوب منسوب هات لكم الله يجمع لفظ كمان لفظ بغدادي كمان لفظ تصور بيناك كماشاني هم يتصورون بكل كل ما لحق آخره يا مشددة وكسر ما قبله كمان معناش المنسوب إلى بغداد إلى منسوب إلى بغداد المنسوب إلى سليمان إلى هوليه بمفهوم المنسوب إلى مدخول الياء بمفهوم المنسوب إلى مدخول الياء وقال كل ما لحقه يا مشددة مكسور ما قبلها وضعته للمنسوب إلى مدخول يائي يا ذلك ومجموع مثلا شوي باسي مجموع عند رجال كتب فلان هون كل ما تغير صيغة مفرده بوجه النبي عندكم والله معانيش مثلا الأفراد من معنى الرجل الأفراد من معنى إيه بل ومنه المعرف بلام الجنس إيه؟ فإنه تصور ألفاظا بعنوان الاسم الذي دخله اللام الجنسي الرجل بلى الرجل الكتاب القلم يعني تصور كلمه ما دخله لام الجنس بلى وتصور مفهومات كلية بمفهوم كلية وتصور مفهومات كلية بمفهوم الجنس المعين عند السامع من مدخول ال بلى من وين نشيب الجنس المعين عند السامع من معنى ما يدخل عليه ذلك اللام مدخول يعني معنى ذلك اللام وقال كل ما دخل عليه لام الجنس وضعته للمفهومات التي صدق عليها مفهوم الجنس مفهوم الجنس المعين معين من مفهوم مدخوله ما دخله عليه لام الجنس أعني هذا المفهوم وذاك هذا المفهوم وذاك المفهوم إلى غير ذلك هذا المفهوم وذاك المفهوم إلى غير ذلك هذا المفهوم يعني مفهوم ما دخله مفهوم الرجل مفهوم فلان مفهوم الجنس من معنى الرجل الجنس من معنى الحوار بلى والله أنا ابتديت أنا لا والله
وإخواني جاتي يعني جاري في خلطة لفظة كي تصور كن كتيبون الرجل والكتاب والقلم بالي وابو سن معناه كي تصور كن معناه كان شبون كل ما دخل عليه لامل كورة أو لفظة كان بون معاني كان شي نمزة معاني كان يمشي تصور كن شو بصروا أولا كي يعني الذي دخل عليه لامل معاني وتصور مفهومات كلية بمفهوم كلية بمفهوم الجنس المعين عند السامع بمعنى ما يدخل عليه ذلك الجنس المعين عند السامع إيه الجنس المعين عند السامع من معنى الرجل بل من معنى الرجل ومن معنى القلم ومن معنى الكتاب وكل ما دخل صدق عليه المفهوم الأول وبعده لما صدق عليه المفهوم الثاني ومنه المعرف بلام العهد فإنه تعقل الموضوعات بمفهوم المركب من الاسم واللام العهدي مثلا الذئب بلي. الكتاب القلم الأمير معنى كلام عهدي على سلمه السوق كلام على سلمه هو لفظ ثاني هو تصور معنى الحصة وتصور الموضوعات لها بمفهوم الحصة المعينة بين المتكلم والمخاطب من مفهومات ما يدخل ذلك اللام داخل لفظ معناها كان بخطب بيانه الحصة المعهودة بين المتكلم والمخاطب من معنى الذئب من معنى الذئب ومن معنى السوق ومن معنى الغنم كل وقال كل ما صدق عليه المفهوم الأول كشيء كان ما دخل عليه ما دخل على العهد الف لام العهد بالين وضعته لما صدق عليه المفهوم الثاني كحصة معهودة معنى مدخولي أنا ومنه هيئة المركب الاسمي كاك باي شلون؟ ألين؟ زيد القائم. جب يا. كتب قرأ أكرمه وقرأ أبو قي حدث تياه ونسبة شتياه زمان شتياه. بين قرأ وأكرم لنا وقرأ نسبتها. أنا كتب أكرمه قارئ. أكرمه ذكي. أنا ولا بس نسبته كيفش تقولين؟ كهذا الدرس صعب. أشتي بلينكا وأنا غلام زيد باه بلين أكرم كريم أبوه نعم بس كريم أبوه بخوي نسبتك تياه أما إذا أكرم لقال كريم أبوه ولا بيني أدو أنا نسبتك ما مركبي اسمي بيالا يعني دل اسم بيالهات وقال له فعل بيالهات بيالا بيه مشتق بيالهات بيه بوخوي لنا وفعل بيالهات نسبتك هيا فلا ما قال جمليك بيه لقال كلمة كذا في اسمه كذا في أشياء وبيه أبي واضع بويدانه به واضع دانه به اللي رما نسبة اللي رما لبيني أمره كبي اسمها هي أو لفظانه دانه به أم نسبة هي لبيني مبتدأ وخبر وخبر دانه شو يلا بنا فإنه تصور جميع هيئات الألفاظ المركبة من اسمين بمفهوم إيه؟ الهيئة المركبة من اسمين إيه أما هيئة زيد قائم زيد كاتب زيد شاعر هم أنا الهيئة المركبة من اسمين بالي إيه؟ وتصور جميع النسب جميعا. جميع النسب بمفهوم النسبة التي بين مجموع معينيه تامة أو ناقصة معنيه بالي النسبة المفهومة من النسبة بين زيد وقائم وأكرم وهارب لبين يقولوا أنا نسبتك أما أنت صورتم بسيبة النسبة المفهومة من بين جزئيه بين معنيه بين معنيه إذا أكتب هاتي لفظي وقال كل هيئة كذلك يعني وضعته مركب لدو اسم دامنا بنسبتك وضعت لما صدق عليه مفهوما مفهوم النسبة المذكورة يعني نسبة لبين جزئك نسبة بين الجزئين بل معنيه باسمي موضوع أبو معنى فلا مركب معنى كبيرتي لنسبتك فلا مركب فعلي بل هو فعلك أبو أخوي نسبتك أنا وضعك بوكي مالي خوي نسبة قيت يا هاي والله عيدنا مشتقة هاي والله ما قد جمليك بيني جملك أبو خوي نسبة خوي جاء مثلا لأن دوبارة جمليك اسمتي هذا مسكين دياري كريم أبوه مثلا كريم أبوه هو خوي نسبة خوي جاء وين وين أنا هذا بشي ديارينا ما هو والله دياري ولا قال كريم أبوه واضع دانا ما دام من لدو لو دوب شفير هاتو أما خو ما بمعنى دام أنا أبو نسبة كلبيني دياري ولا قال كريم أبوه أنا مشتاق كشهر هاي نسبة إيه. ومنه المجازات إيه إيه إن الموضوع بوضع عام ومن خاص بوضع نوعي المجازات
فإنه بعد وضع الحقائق لمعانيها تصور المجازات بمفهوم تصور المجازات تي مفعول به منصوب وكسر تصور المجازات بمفهوم لفظ موضوع لمعنى اخوي لفش هذا اللفظ كان له معنى حقيقي لا مثلا لا اخي عندها اوكي اللفظ ده له معنى او معنى حقيقي او تصور كده عندها وتصور مفاهيم والمعاني المجازيه مجازيه بمفهوم معنى يناسب المعنى الحقيقي كما شاء معنى مجازي كان شيء كده بس بدي اريد اخوي يرفق كيتي بوي مناسب يعني لقى المعنى حقيقي او معنى مجازي يعني كمناسب هيك لقى المعنى حقيقي هل لفظ دامنا بيبو معنى حقيقي دامنا بيبو معنى كمناسب لقى لي امن بل بس هو اخوي بعرف بمناسبة من المناسبات المحصورة بالضبط اذا زي الكلية الجزئية وسببية ومسببية او انا المناسبات كان كلمنا بحلم بيان اخو بل بل لا توزي هو خندوم بس مجاز اخو نور نقشتو مثلا نقشتو بس مثلا زيد لقال قال جاءني اسد مقصد لك يا مقصد لزيد بلي ومجاز كان مع زاتي تي بلي بلي وين يا يا مثلا مضيتي نشر العين وانا بيض ناصر شي نشر العين يعني شي في المدينة نشر العين جاسوس جاسوس عين او معناه السببية والسببية اللي بينها يجوز وكل بينها عين بتشاور كان جزء شيء مهم أبو كابري جاسوس. مالها. هو ده أنا أبو معناه ده معناه معناه حقيقي أبو ده أنا أبو عين وقت أبو ده أنا أبو بس وقت شاب. معناه شيء مجازي شيء كجاسوسة إيش تصور كده هم؟ قال هل لفظ أبو معناه شيء حقيقي من أنا ده أنا أبو معناه شيء كمناسب يبي بيك له مناسبات ثانية العلم بأنا بس كده. وقال كل لفظ وضعته لمعنى يناسبه بأحد من المناسبات. نعم ده أستكد لي برا. أبي وضعته هيك كلمة كل لفظ وضعته لمعنى نعم دونسا هذا دون شو نعم كل لفظ وضعته لمعنى ينا نعم وضعته هيك كتير شيء ألف لمعنى أم قبله وضعته وضعته لمعنى يناسبه وضعته لمعنى يناسبه هل لفظ كلمة شابو معناها دامنا به؟ بلى هل دامنا به معناها ايش كلمة قال يا ابو من جيبه ايش له مناسبة؟ بأحد من المناسبة أو وضعته هو اللي مو خالص نواصي نواصا لا باش يقدر يشتري مال ايه وانت رايح قبل خويا اني ورازي يا اخوان بس تشرح بس انا خوش بيا رب